كيف يعرف الساحر؟ الساحر يعرف بعلامات منها أنه يتكلم بالقرآن حتى يلبس على الناس، لكن يزيد على القرآن بعض الأحرف سين كاف، يقول قل والله أحد مثلا يكتبها ويكتب بعدها سين الله الصمد كاف، يكتب حروف هكذا، أو يكتب القرآن أكرمكم الله بالدم النجس دم الحيض والنفاس أو بالبول. سيدير دنيا سنيا وحبيه ហើយអ្នកដែលធ្វើអំពើគឺយកអាយ៉ាកូរ៉ានយកមកសូត្រឬក៏យកសរសេរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសរសេរអាយ៉ាកូរ៉ានគឺគេថែជាជំនឿពីកោរុសទៅលើអាយ៉ាកូរ៉ានដោយស៊ីកអានីជាតោឬក៏គេសរសេរអាយ៉ាអឺគុណវល់ឡោះអាឡោះហ៊ូសម៉ាត់ឯកតោរបស់អ៊ីស្លាមហើយដល់បន្ថែមស៊ីសតក្នុងនោះជួនកាលគេសរសេរអាយ៉ាកូរ៉ាន يتكلم بكلام غير مفهوم، يعني يتمتم هكذا، تظن يقرأ القرآن وهو ينادي الشياطين يستعيذ بهم. يجعل الناس يتعلق به، يقول العلاج عندي، لا يوجد علاج إلا عندي أنا. يكتب حروف وأرقام متفرقة، مثلا سين واحد ثلاثة أربعة هكذا في جداول. نعم. قراءة الكف. يقرأ فنجان القهوة يقلبه ويقرأ فيه. يدعي معرفة الغيب، يقول غدا يحصل لك كذا. يدعي معرفة ما في الضمير، يقول أنت تحب فلانا. من السحر الصرف والعطف، يعني يجعل الرجل ينصرف عن زوجته، يفرق بين المرء وزوجه، أو يجعل المرأة تنعطف تحب هذا الرجل أو غير هذا. العقد يعقد العقد وينفث فيها، ومن شر النفاثات في العقد. يسأل عن اسم الأم، ينظر في النجوم، يعتقد أن النجوم لها علاقة بما يحدث في الأرض. يتكلم بكلام فيه سجع، يعني يقول هكذا يحصل في يوم كذا وكذا زمن كذا وكذا، تظن أنه كلام جميل، لكن هو في الحقيقة أنه كل ما يقول هو الشرك، نعم، وخرافات.
มีโรียนพอเกณฑ์ยีจะพบได้ด้วยง่ายสั้นแค่เกณฑ์ยีนี่คือมีสัมไตรได้ออกปัตย์นั้นก็สัมไตรพอเกณฑ์นั้นคือคงเป็นตลอดการเสด็จให้ในตัวแฝง